أنا عن جد ما بعرف كيف صار هيك، بس بقى. لا تشغل بالك، لو مو أنت كانت أكيد بايال هي اللي رح تطلعنا من هذا البيت. أختي اسمعيني منيح، تعالي أنت وسونيل وقعدوا عنا كم يوم. بعرف إنه البيت صغير شوي ويمكن ما رح ترتاحوا، بس صدقيني هاي فترة مؤقتة، لازم نطلع يلي رح نكسبه. أنا هيك عم فكر وأنت فكري مثلي، هذا المهم. فكري هيك، أنا بوعدك إني رح عوضك. ماشي؟ طيب ماشي أخي، أنت اللي خططت أكيد رح يكون كل شي منيح. لازم سكر هلأ، يلا باي. حلو ساتيا، قديشك واحد محتال، ما عم صدق. أنا طلبت منك إنك تعتني بأختي وتساعدني وإنت رحت لهنيك لحالك مشان تبين إنه إنت البطل. إنت شو مفكر حالك ساتيا؟ كان فيك تعطيني العنوان، هاي أختي كان فيني أنا اللي رجعها على البيت، بس لا، إنت ما خليتني. لو ما سويت هيك ما كنت رح تصلح الموقف مع ماما. كل شي بتعمله بحياتك بيكون في من وراه سبب أناني، أنت كيف فيك تكون أناني لهالدرجة؟ شو؟ اللي شو بدك تعمل يعني؟ شو؟ إيه؟ أنت مو شاطر إلا بهالشغلة. شبيك؟ آه؟ هدي شوي بس، لك أنت شو مفكرة حالك؟ أنا أناني؟ أناني؟ مو؟ تعرفي سونيل وكاجال يلي أنا طلعتهم من بيتهم؟ هدول عيلتي، إيه هدول عيلتي. شو؟ وكان الموضوع صعب علي كتير، وهذا الشيء ما اسمه أنانية، هذا اسمه يأس. عم تفهمي علي؟ أنا أنقذت لأختك، يعني هاد تصرف أناني؟ أنا بعرف شو قيمة الإنسان وأكتر منك كمان، ومو كل قراراتي أنانية. ليه ما عم تفهمي؟ بس شكله الحكي معك على الفاضي. ساتيا يلا قوم بقى فيك. آه.